يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما الواجب على طلبة العلم في مثل هذه الظروف وفي مثل هذه الفتن التي في بلاد الإسلام؟ الذي عنده علم صحيح يبينه، واللي ما عنده علم يسكت. اللي عنده علم يوجه الناس، يرشدهم علم صحيح، توجيه صحيح، يجب عليه يبين. أما الذي ما عنده علم يسكت ويقتصر على الدعاء، يدعو الله للإسلام والمسلمين. نعم.